ان شاء الله راح حل هذه المشكله قريب. اما الان مع اليوم الثامن من تصوير مسلسل شقة العيال. Guess what? We're still late, right? ليش تأخرت يا حبيبي؟ ليش تأخرت؟ We're still late, aren't we? Hello. We're still late. طيب البرنامج اليوم كان عشان أمس خلصنا. متى خلصنا أمس؟ When did we finish last night? عشان خلصنا أمس الساعة 10 في الليل. النظام الأمريكي اللي بنحاول نمشي عليه بشكل مرضي يزبط دائما تدي 12 ساعة بريك. You give 12 hours of a break من يوم ما تخلص تصوير عشان الفريق يقدر يرتاح. فخلصنا 10 في الليل فنداوم 10 الصبح. اللي ما زبط الحين الساعة كام؟ الساعة 9:38 دقيقة صباحا. مستحيل نوصل. هنوصل هناك الساعة 10:30 بالراحة. هذا لو الشارع كان سالك. نبغى يوم واحد بس نكون على الوقت. لازم تعرف ليش احنا نتكلم عربي وانجليزي في نفس الوقت. اول حاجة لما تقعد في امريكا فترة طويلة غصبا عنك. والشيء الثاني لما انت تكون في مكان تصوير او يكون مثلا كلهم صينيين ولا كلهم اسبانيين ولا whatever ايش كانت جنسياتهم، لانه دائما في التصوير في اجناس مختلفة. غالبا المخرج ولا المنتج بيجيب ناس من جماعته فيكونوا بيتكلم لغتهم، فانت حتحس نفسك ريت مرك فاهم هرجه، مرك فاهم الهرجه، وعلى قولهم يور ليفت اوت، فمرك فاهم ايش يقول. احساس كذا، احساس سيء. لو انت طول عمرك عايش مع السعوديين والعرب وبس بتصوروا مع بعض ما حتحس بيه، بس لما تكون في مكان تصوير كلهم اسبانيين برازيليين ولا صينيين وهم بيتكلموا وانت ما بتتكلم معهم لانك مرك فاهم لغتهم، احساس جدا سيء. فقدر المستطاع احنا معانا ستيفن من ماليزيا يتكلم انجليزي، وعندنا جيمس امريكي يتكلم انجليزي طبعا برضه، فلازم نحشي او بطريقه هم يقدر على الاقل يفهم مضمون الكلام. فارمي كلمه كلمتين، هو المفروض كله يكون انجليزي، بس لو حطينا كله انجليزي عاد ما حد حيفهم. لا اكيد انجليزي سهل وبسيط، الناس كلها بتتفرج افلام وكذا. تتكلم اسباني؟ ها تتكلم اسباني؟ انا محل عمي اتكلم عربي كويس. بعدين قابلني. شكرا شيخي. طيب الساعه كام دحين يا شيخي؟ بسرعه قول لنا الساعه كام بسرعه. قول والله مو انا متاخر، بس قول الساعه كام يا اخي. قول الساعه كام يا اخي. يعني حتضطرني اعمل كده، ما اعرف الساعه كام. دقيقه، الساعه الان الساعه 10:17 دقيقه. متاخرين 17 دقيقه. لا يفقش عليك والله. يا ود بالجوال مطلعها يا ود. يا تقوم يا ود. طيب تعال نشوف المخرج الزعلان. شوف المخرج الزعلان. There he is. حد يعني حد اديتكم ساعتين تناموا فيها. Fucking you don't know how to do it right, do you? And James is here from 6:30 AM. حلو كيف؟ هلا جاني. لازم نبدأ نشتغل. مع السلامة. فؤاد تقتلني انت الفلوق حقك هذا. فطار شقة العيال. حلو. دونت سايد كوكيز. خضار. جبنة. كروسان. بسكوت. شاهي. قهوة. بسكوت أبو سمك. Good morning. How are you doing, Stefan? Pretty good. You're doing great. That's good. So me and Stefan right now we're taking exterior shots for the new compound that we're filming in. أنا وستيفن بناخد بمشاهد لقطات من مشاهد أو دقيقة خليني أترجم دقيقة. أنا وستيفن بناخد لقطات خارجية للبيت أو للكومباوند الجديد اللي بنصور فيه. لأنه في شقة العيال زي ما تعرفين دحين غيروا اللوكيشن الجديد لقصة معينة في الفيلم تشوفوها بعدين ولا انتوا شفتوها ما ادري. هو هذا الشيء تمنتجه لسه. ف ستودس هذا هو السكن حقنا. اوكي يا اكثر الاشياء اللي تشغل بالي هم حقون الكومباوند، المكان اللي نصور فيه السكن. لو صورنا برا في المطعم ولا في شارع اما يجيك شرطي يقول لك ايش بتصور، ولا حقون السكن ليش بتصور، ولا اي احد يعدي عليك يقول لك ايش تصور. هذا الشيء اللي يقلقني، هذا الشيء اللي ما اعرف اتصرف معه. ايش اقول لهم يعني؟ احس اني لازم اوريكم كذا ونحن بنصور، بس لو انا بصور وبصور بالجوال يعني بركز في الجوال وما بركز في التصوير فما بسوي شغلتي. قدر المستطاع احاول احطها في زاويه ولا حاجه اسندها انه تشوف ايش احنا بنسوي، بدل ما اكون لاني لحظه بتكلم قبل اصور اقول الحين رايحين اصور، بعدين اوقف اروح اصور
بدنا ارجع اقول وخلصنا تصوير. طب ما جبت شيء. انت خاخة، انت مشمش، انت والله حاجة تربش. انت زي انت لما تبعد عني اوشوش. اذا غبت عني السلام عليكم، انا راكان زاهد. طبعا اللي بيصور شقة العيال هو فاضل خطيب، والان حيجي يديكم نصائح مهمة للناس اللي بيستعملوا الشولدر رينج. فؤاد تعال قول لهم ايش النصائح المهمه والحزام اللي انت نفسه. يا جماعه اللي بيصور كثير على الشوطر يجي الكاميرا على كتف وظهره يعوره، انصح بهذا الحزام. اول شيء شفت الكش فيبان انك نحيف. شيء ثاني عندك هنا حداد على الظهر، هذه الحداد اللي على الظهر ايش تخلي ظهرك مستقيم مفروض عشان ما تعور ظهرك. لبسها جدا سهل، شوف هوب شايف في كرشه، اشفت كرشك خلاص راحت الكرشه. الله اكبر، فميزتين في ميزه بس. وبعدين ممكن تعمل كذا عشان صح نفسك، تعلق فيها مفاتيحك تعلق فيها هنا اشيائك، فيها كذا جيب بس. وفي حركه ممكن ما اقدر احط جوالي من جوالي لانه بنصور في الجوال، فما اقدر احطه، بس تقدر تحط جوالك. للناس اللي بيستعمل الشولدر ريج، شوف كيف تشيل الكاميرا. شايف كيف؟ تشيلها بطريقه صحيه و هذا كم؟ 15 كيلو، هذه 15 كيلو. شوف كيف ظهره. دور انت، دور دايما شايف كيف ظهره مستقيم. شكرا كان فؤاد تقتلني انت الفلوق حقك هذا. طيب الشيء اللي حنسويه الحين انصح انكم ما تجربوه في البيت ولا تصوروا وتستهبلوا مع اصحابكم واخوانكم وكذا. خلينا نشوف. وما عندنا تامين كمان. وخر 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 يا حيوان خلاص. يا هذا يمكن يوم متراب. انت عارف ايش المشكلة؟ انت لما بترمي انت بترمي يمين ويسار، فالنار يمكن تتزحلق. ركان كويس انك هناك، خطر هنا. طيب درس، لو حتعملوا تلعبوا في النار في اي مشهد بتصوروه دائما خلي عندكم اني باك اب، مويه ولا لا مويه. يقول لك مويه ما هي صحيه، جيمز يقول مويه مو صحيه. على ايش؟ على اللابتوب يعني. تعال يحسبوني اكلم نفسي بعدين حبيبو. هاي جيمز حق الصوت يقول ان المويه ما هي كويسه لما تعمل الغاز لانه ما حيطفيها حينشرها. الله اعلم ما اعرف، بس اظن لازم طفايه تحريك. اظن معاكم طفايه يمكن بودره اللي احنا سويناه غلط. لا تسووه يعني لو تحرق البيت كله راح نحرق ونموت. اوكي فؤاد تقتلني انت الفلوق حقك هذا. طيب الان حنعمل شيء. طيب عندنا يمكن هذا اطول مشهد في الموسم الثالث من شقة العيال، ونسميها ونر. عندي رابط ثاني، انا عملت مشهد ثاني اسمه ونر نفس الستايل، هو انه لقطه كامله المشهد كله بلقطه واحده ما نقطع الكاميرا. فالان عندنا مقطع حنصوره بشكل عالي يحتوي عن ثلاث اشياء. عندنا اول شيء جهه المسبح خارج العمارة، بعدين عندنا الثياب، بعدين عندنا البيت الجميل. في هذه الثلاث الاماكن في نقطتين اظن اساسيه، عندنا الاضاءه، قوه الاضاءه وقوه اللون او درجه اللون التمبرتشر. ما مشكله. عندنا هنا الاضاءه خافته، حنبسطها مره نقول اضاءه خافته، واللون التمبرتشر وورم مائل الى الصفار. طيب وورم يعني صفار، نقدر نقول وورم يعني صفار. 3000 كالفن، هذا شيء جديد حديكم يا اظن قلته مره قبل كذا بس هايده. 3000 كالفن يعني النور هنا اصفر والاضاءه ضعيفه. حنطلع هنا برا في السيب برضه الاضاءه صفرة بس هنا مره ضعيفه. هنا الجوال الايفون على طول لوحده يظبط الاضاءه، بس هنا جدا ضعيفه، اضعف من ايش البيت من جوه زي ما انتم شايفين الفرق. اوكي بعدين نجي المنطقه الثالثه والاخيره، وهي جهه المسبح برا العماره. هي هذه، شايفين كيف مره فاتحه. أجين الكاميرا بتظبط بتوزن الإضاءة عليها. شايفين كيف جابيني كده مرة فاتح بزيادة. الدنيا هنا عز الظهر، فالشمس مرة قوية. وفوق كده هنا درجة الإضاءة بيضة ما هي صفرة، عز الظهر، هذا يسموه daylight. و 5500 ولا 5600 كالفن يعني النور أبيض خالص. عندنا هنا الضوء قوي وأبيض خالص، السيب ظلمة وأصفر، وجوه البيت الإضاءة خافتة ولونها أصفر. فكيف حنقدر نوزن هذه الاشياء كلها مع بعض؟ ما نقدر في وان شات، بس احنا حنحاول
نخليها تزبط. ما أعرف كيف، هنحاول هنشوف. لما تشوفوا مسلسل شقة العيال قولوا لي إذا زبط ولا لا. أوكي؟ ما أعرف. We're still thinking about it. خليني أجرب وأشوف إيش يصير. فؤاد تقتلني يا تل فلوك حقك هذا. مضيع. الله اللي دابك مضيع. تعال تعال مني. بس طلع ما يفعل. إلى الآن هذه التجربة الثالثة ولا الرابعة وما هي راح تزبط. اللقطة الطويلة هذه. صالح بيتدرب. والله عندنا مشكلة هواء بسيطة ف جيمس الساوند حقه he's gonna put a cap صوت كذا سفنجة صغيرة عشان تمسك الهواء ما تخلي الهواء يدخل على على المايك. ما زبط هذه المرة الخامسة يمكن دحين. ان شاء الله تزبط. جاهزين؟ اللي حصل ان حلمة وعي تسجيل لجار شقتنا الاولى مضيع. طيب النقطة الثانية المهمة في التصوير وبرضو عندنا اليوم وهي في كل يوم اسمها البلوكينج، هي كيف المخرج يبغى وضعية الكاميرا وكيف ممكن الكاميرا الأولى تغطي الكاميرا الثانية. زي ما الآن أسامة جزاه الله خير بيعملها، بيحاول يشوف كيف الأماكن، بيحاول يفكر فيها في كيف يحط هناك في كاميرا حتكشف المنطقة دي كلها، وغالبا أنا أكون قاعد هنا بس حكشف كيف ما حنكشف بعض وكيف يبغى اللقطات تتاخد. أسامة الحين بس بيعدل بعض الأشياء الصغيرة عشان يمكن يحرك بعض الكراتين هنا وهناك بحيث ان الممثلين يروحوا لاماكن مختلفه بحيث الكاميرات ما تبان. الحين وي هاف المشهد شويه مطول فخلينا نركز مع المخرج ونرجع لك. اللي بيتابع الانسان هذا راح يستفيد مره كثير كذا كذا شوف كذا راح وعلي صوتك راح يستفيد مره كثير كذا ممتاز في التصوير. اول شيء شغله نظيف، تصويره جميل، عينه نظيفة، يلبس حاجة زي حقان الطباخين اللي يشد الظهر. فنان فنان. صالح. سامة والشباب بيراجعوا المشهد يشوفوا كان ممتاز ولا يبغى له إعادة. أنا مالي شغل. أنا جالس مؤدب شاطر. حبيبي. عندك بونبون؟ الساعة 4 العصر وسانا شغالين تصوير، بس الميزة بقينا مشهدين ونخلص الحلقة الثانية على ما أعتقد. إحنا ما ماشيين بالترتيب على أي حال، ولكن حنقفل الحلقة الثانية ويبقى لنا حلقة أخيرة. إحنا عندنا 6 حلقات هذا الموسم، فهذه الحلقة قبل الأخيرة حنقفلها إن شاء الله على الساعة 5. يبقى لنا حلقة واحدة، يبقى لنا نص اليوم الثاني في 5 ساعات إن شاء الله نقفلها بالكامل. دعوات. خلصنا أخيرا الحلقة الأولى، ختمنا عليها والحلقة الثانية. أنا قلت لك إيش قلت لك بالصوت؟ أنا خلصنا قفلنا حلقة، بقي لنا آخر يوم. دحين بقي لنا نص اليوم هنخلص فيه الحلقة الأخيرة من شقة العيال، بس دحين عندنا بريك ظريف. It is lunch time. لا 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 أنا أول فان في الفلوج هذا. طيب كان يبغى يسوي لقطة وجاب أم العيد، جاب أم العيد. إن شاء الله عندي وقت. أبغى أتكلم عن الونر، خليني أتكلم عن الونر. هتكلم عن كيف نصور الونر ممكن؟ لا ما خنصلي معليه والله مسوري كلكم يتابعون بتحقدون علي أدري، بس بعدين لو شفت إن شاء الله المشهد وشفت الموسم وطلع جيد يقول ثانك ميليت. فؤاد تقتلني يا تل فلوك حقك هذا. مع السلامة. باقي لنا حوالي 13 مشهد، 12 مشهد داخل الشقة عشان نخلص من تصوير كل شيء بالشقة، وبعدين عندنا أظن مشاهد في شقة تانية وكذا نخلص المسلسل بالكامل. اليوم لازم نخلصها كلها اللي داخل الشقة عشان عندنا بكرة آخر يوم تصوير. والآن الساعة 5:45 دقيقة، وأظن حنقفل على الساعة 5، على الساعة عفوا الساعة 10، فعندنا 5 ساعات ولا أقل. 4 ساعات وإلا لا 5 ساعات إلا، عندنا 4 ساعات و45 دقيقة. كويس اني حافظ. فكيف حتسويها الله اعلم، فلازم انا اظن اقفل الشيء ده وارجع تاني للتصوير. طيب لضيق الوقت ما خلصنا اليوم، وطلع ما حنقدر حتى نخلص بكره،
زادت علينا يومين حنخلص يوم السبت. ف يا 3180 سامع 3180 حاضر محزن انه احنا شغلنا ما كان سريع كفايه حنضطر وبكذا ما خلصنا كل المشاهد اليوم السابع. اليوم السابع ايش في هنا يا دوريات وبليس بليس يا بليس طيب دقيقة يعني طيب نختم الفيديو ما نختم طيب ما حنختم الفيديو نوريكم بس خلينا نختم الفيديو دحين هذا ختام الفيديو مع السلامة هذا اليوم السابع أنا أحس ريحتي تجيب لنا هذا يوم السابع ختمناه في شيء كذا لسه في باقي يومين وننتهي السلام عليكم فؤاد تقتلني أنت الفلوق حقك هذا نبغى نحاول نصور الشرطة أعمل نفسي غبي هذه سيارة الشرطة اللي وراها يا جماعة ما في احد يا مره مبالغ انت في الموضوع